بتتصرف قدامي دي مش شايف اي تجاره بتحصل. بيفتح شركات وبيقفلها في نفس الشهر، يزور بنوك ويفتح ارصده ويقفلها قبل ما نخرج من باب البنك. طب فين البضاعه اللي بيتاجر فيها؟ مفيش. اول حاجه جت في دماغي انه بيتاجر في السلاح، لكن اللي فهمته بعد كده انه بيتاجر في الفلوس. شوف يا رحيم، اكتر تجاره بتربح بالعالم هي غسيل الاموال. حتى اذا بتخسر بيضل معك مصاري، بس هي الشغله اهم شيء فيها انك تكسب ثقه اللي حواليك، يكون عندك صداقات. انا كل اللي بيشتغلوا معي، كل زبايني، كل عملائي، اصدقائي بيستأمنوني على اموالهم، وانا بحول لهم المصاري اللي بدهم يغسلوها لمصاري شرعيه وقانونيه. شوف، ما في بلد في العالم الا فيها مسؤول فاسد، وانت مهمتك تصادقه لانه هو رح يخدمك وانت رح تخدمه. انا بحول المصاري من بنك لبنك وبشتري فيها شركات وببيعها، وابدا ما بخسر، دائما بربح. مشان هيك الكل بيرحب، لانه الكل شركاء والكل بيقبض من المصاري اللي بتتحول. إذا فرضنا إنه بدك تحول 100 مليون دولار، لازم تفهم إنه اللي رح يبقى منهم 50 مليون دولار بس، والخمسين التانية رح تتوزع على الكل. طب ولو الفلوس اتكشفت؟ شو يعني؟ ما خلص صارت شرعية وقانونية، ما حدا بيقدر ياخذهم منك إلا بإرادتك. هذا إذا انكشفوا أساسا، وهذا سر اللعبة. من أول لحظة تقابلنا وأنت عم تحاول تبعد عني. فين أعرف ليش؟ علشان أنت مرات جون، الراجل اللي مشغلني. بس أنا بحبك. طب وجون؟ كمان بحبك. نيكول، مش هينفع. انت عارف شو عم ترفض؟ فرصة رجال اهم منك بكتير بيتمنوا ربعها. للأسف انا مش منهم. انا مش هسافر معك تاني، عايز افضل هنا في مصر الا لو احتجتني. انا عمري ما احتاجتك يا رحيم، قلت لك هذا الحكي اكثر من مره. كل ما في الامر اني حبيتك. انا محتاج استقر في مصر، اهلي محتاجيني. براحتك. هلا صار فيك تحول مصاريك اللي عملتهم برا لهون؟ فضلي يرجع لك، مش انت اللي علمتني؟ انت يا رحيم تعلمت مني اشياء كثيره، وهذا التعليم له ثمن. بدي اياك تكون جاهز لرد الثمن بس اطلبه منك. وانا تحت امرك. رحيم، انت ليه رفضت نيكول؟ شو اللي منعك تتجاوب معه يعني؟ علشان هي مراتك. احيي شهامتك ورجولتك، انت رجل فعلا. بس بدي انصحك نصيحه، بعيدا عن قصة نيكول، نصيحة بشكل عام، بس تجي الفرصة لعندك لا تفرط فيها. طب انت ليه ما حكيتليش حكاية سفرك دي قبل كده؟ انت ما كنتيش تعرفي الجزء ده من حياتي.
كنت شايفاني رجل أعماله بس. بس احنا كنا هنتجوز. وانت كنت هتتجوزني وانا مش عارفة عنك كل ده. ما انا كنت اكيد هقولك في يوم من الايام. يعني زي دلوقتي لما جت مناسبة قلتلك. ايه التمن اللي طلبوا منك الراجل ده؟ ما هو راجل زي ده اكيد ما سبكش في حالك. كان هو السبب في القبض عليا. هو اللي بلغ عنك؟ جون خباز كان بيغسل فلوس لناس في مصر طول السنين اللي فاتت. لما قامت الثورة الكل اترعب، كله كان عايز يهرب فلوسه بره مصر، وهو ما كانش يقدر يعمل ده لوحده، علشان كده طلب منهم يدوروا عليا علشان اساعده من هنا. يعني هو اللي كان بيحاول الفلوس ساعتها؟ هو اللي انتي قلتيه ده شكله ساذج شوية، لأنها ما كانتش فلوس واحد بس، كانت فلوس ناس كتير، كان من ضمنهم مسؤولين كبار في البلد، كل واحد غسل وحاول فلوسه بطريقته. جون بقى كان واحد من المعلمين الكبار في حكاية الغسيل دي، هما اتعاملوا معاه وأنا كنت بشتغل معاه من هنا. وانت وافقت؟ بيزنس لو متعيش وجايلي لحد عندي أو لأ. وبعدين أنا كنت شايف إن أنا بخدم البلد. بتخدم البلد؟ بتخدم البلد إزاي؟ أنت بتهرب الفلوس؟ داليا الكلام ده كان من 8 سنين، يعني أكيد احنا دلوقتي شايفينه بشكل تاني. انا كنت بتعامل مع اكبر ناس في البلد، والناس دي طلبت مني خدمة ليهم، وكنت عايزين اقول لا. دول كانوا هم البلد يا دالي، هم البلد، فهماني؟ طيب انت ليه ما فكرتش ان جون خباز ده هو اللي خد 700 مليون اللي بيطردوك علشانه؟ لا جون ما يعملش كده، ده بيتعامل في مبالغ أكبر من كده بكتير، أنا شفت ده بعناية. ألو؟ ألو عزت، أنا رحيم السيوفي. عزت رحيم بيه؟ أنت خرجت إمتى؟ أنت فين؟ أنا لازم أشوفك. تشوفني ليه؟ أنت في حد كلمك من رقم مجهول؟ هما طلبوك أنت كمان؟ طلبوا منك ترجع 700 مليون؟ أيوه كلموني وبيهددوني بالقتل. انا خايف. اه رحيم بيه. عزت انت فين؟ قولي مكانك وانا هجيلك. مش هينفع اقولك انا فين، بس ممكن نتقابل بره، هكلمك تاني واقولك امتى وفين. سلام. وقالك ايه؟ طلبوا منه يرجع 700 مليون وما فهمتش منه حاجة لحد ما قابله. انا لازم انقلك من المكان ده في اسرع وقت. اسمع حد لمسك الزمر مطور. فلوس قدامك يا ابو ورد. اعد لو انت فاضي. يلا بس يلا. استنى استنى استنى، لسه بالنا كلام كتير. ابو ورده عايزه دم، خليها دم. ولا اسكت، انا عايز دم واحد بس. لا لا سيبوه، اسمعوا النبي سيبوه. ايه لازمتها النمره دي يا ابو ورده؟ الفلوس اهي ومعاك، والطار القديم وخلص، واحنا مش عايزين نجدده، والا كان زمانك شايف دلوقتي رحيم معانا. ومين قال لك ان انا مش عايز رحيم يبقى معانا؟ سيبوه النبي. اخلص يا بنت، يا ريت كان جه عشان ياخد عايز اخوه. يا على ابو ورده، ولو عايز فلوس تاني اجيب لك. انا خدت اللي انا عايزه. يا على ابو ورده. كده ما ينفعش، ازاي تبتدوا من غيري؟ امينه هي اللي قالت لك كده؟ امينه يا باشا كانت قاعده ما بتتكلمش،
المؤاخذة يعني اللي كان بيتكلم هو سيد، بس كل كلمة كان بيطلعها من بقه كان بيباصيها لها، بيأمن عليها كده بعينيه يعني، كأنها هي اللي محافظة بالظبط. يعني هو اللي قال لك تقتل رحيم؟ الكذاب مش راجل يا باشا. أيوة يا باشا، سيد هو اللي قال لي اقتل رحيم يا باشا، بس حق الله